بسم الله الرحمن الرحيم. آية استوقفتني الحقيقة أيها الأحبة. كل آية من آيات القرآن هي قانون إلهي، إذا أدركته وعملت به فستدرك السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. كلنا مأمورون بالصبر. هناك نوع من أنواع الصبر صعب جدا، هناك صبر على الأذى سهل، هناك صبر على المرض أيضا سهل، هناك كثير من أنواع الصبر على ضيق الرزق، على أذى جار سيء، ولكن هناك صبر على الدعوة إلى الله، ومن أصعبها دعوة أهلك وأولادك إلى الله. دققوا معي أيها الأحبة. الله تعالى أمر حبيبه عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة احفظوها رجاء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر فعل أمر. الله يعلم أن كل واحد منا سيعاني مع أولاده، مع أقربائه، مع أهله، سواء كانوا أكبر منه أو أصغر منه. يأمرهم بالصلاة فلا يستجيبون، يمل أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، شهر، شهرين، سنة، يجد غالبا ما يجد عدم استجابة. هذا النوع من الصبر صعب جدا أيها الأحبة، لأنك تدعوه إلى الخير، تدعوه إلى الصلاة ولا يستجيب، وبخاصة إذا كان ابنك أو أخاك الأصغر، أو حتى إذا كان والدك لا يصلي، هو من أهلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب ماذا يحدث إذا التزمت بهذه الآية الكريمة؟ ماذا يحدث إذا بالفعل صبرت وأمرت أهلي بالصلاة؟ الله تعالى يقول: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الآية طبعا أيها الأحبة هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها خطاب أيضا لكل مؤمن ومؤمنة من بعده. فأنا مأمور بهذه الآية أن أأمر أهلي بالصلاة، وكل واحد منكم هذه الآية تعنيه وفيها أمر مباشر له، ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. يعني ليس فقط النبي مأمور أن يأمر أهله بالصلاة، لا، كل واحد منا فعل أمر فرض فريضة عليه أن يأمر أهله بالصلاة. طبعا هو يفعل ما أمره الله، والله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية أيها الأحبة، كلما رأيت أخاك أو ابنك أو قريبك أو أي إنسان من أهلك، تذكر هذه الآية فادعوه إلى الصلاة، ذكره بالصلاة على الأقل، كل وقت كل وقت ذكره بالصلاة. ربما إذا استجاب في النهاية وبدأ يصلي والتزم، كل صلاة سيصليها حتى يموت لك أجرها، وله نفس الأجر، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، نفس الأجر لك وله، سبحان الله. هذه الآية تزيد من الرزق وتضمن لك الرزق، والله تبارك وتعالى يهيئ لك أسباب الرزق في الدنيا، ويهيئ لك جنة والعاقبة للتقوى. النعيم والجنات ستكون من نصيبك يوم لقاء الله تبارك وتعالى ويوم الموت. تصوروا أن الله سبحانه وتعالى يكرم من يلتزم بالصلاة، يكرمه لحظة الموت، ويكرمه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ويكرمه في الجنة. فكيف بمن يأمر عباد الله بالصلاة؟ كيف بمن ينصح من حوله بهذه الصلاة؟ لأن الصلاة أيها الأحبة هي عماد الدين وعمود الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. يعني
هي أحب الأعمال إلى الله، وهي التي تحدد سلوكك. لذلك الله تبارك وتعالى ضمن لك الرزق، قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حتى أخي الحبيب إذا ضاق رزقك قم بإجراء عمل، أن تأمر أهلك بالصلاة، أن تهديهم إلى الصلاة، سيزيد رزقك، لأن الله تبارك وتعالى تعهد وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الصبر أيها الأحبة له جزاء في الدنيا والآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أحبتي في الله، احفظوا هذه الآية واعملوا بما أمرنا الله بها، وأمروا أهلكم وأبناءكم وآباءكم ومن حولكم، وحتى الذي لا تعرفه قدم له نصيحة على الأقل، ذكره بموعد الصلاة على الأقل، فتكون ممن ضمن الله لهم الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.